حميد اعطاني النمره ديالك اخويا، قول لي النمره 06 زيد 63 زيد 33 شحال 33 زيد 81 ياك. مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. معنا ومعاكم حميد، شاب مقطوع من الشجرة، كبر في قرية الأطفال المتخلى عنهم وسنين هو عايش بوحده، معاه سوى الله سبحانه وتعالى. فغادي نخليكم مع حميد يعاود لنا القصة ديالو وشنو الرسالة ديالو وشنو الطلب ديالو من المغاربة. فهو باغي غير عمل، باغي غير يخدم باش يعاون راسو ويهز راسو براسو، فعيا بالوحدانية، عيا بهذا الشيء اللي كيعيش فيه. نخليكم معاه. حميد السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حميد قدم لنا راسك وشنو وقع لك اخويا، عاود لي حياتك. خويا حمزة انا يعني عانيت شوية في هذا المجتمع. اول نبداو لك قصة، تزادت في قرية الأطوار اس او اس المتخلى عنهم اليتامى، كبرنا تما المهم الحمد لله. ولكن نبدا لك القصة من الأول. أول فين حطوك والديك؟ أول حطوا لقيت راسي في الشارع، عندي 3 سنين. يعني تصور كتزاد كتلقى راسك في الشارع. دابا عندي الأب ديال الأم جرى علينا، قال لنا صافي أنا لقيت راسي أنا الأم ديالي في الشارع. ومهم علينا العائلة ما تقبلوش الأم ديالك. ما تقبلوش. جايبة كرش كما كنقولوا بالمصطلح. من تما طلعنا داوني الحسيمة واحد الخيرية تما، تربينا قرينا. المهم عشنا ظروف زوينه تما. وصلت للسيزيام كدير ايكونومي، المهم خرجت من هذاك وقت المراهقه. هذيك الوقيته وقع لي واحد ديبريسيون، خرجت من القرايه، بقيت كنفكر الوالدين هادي، المهم بقيت كنرد لقلبي بزاف. وصافي تما عشت شويه التشرد مع الجمعيه، ما كتعقلش عليك، كتخرج 18 عام تيقول لك سير الشارع ولا ما عندنا ما نديرو لك. يعني 18 عام كنت تقلب على راسك. لا الحمد لله مشيت. كيفاش درتي 18 عام؟ شنو وقع معاك؟ لا الحمد لله اخويا حمزه مشيت خدمت، كنت كنخدم في اللوكاسيون كراء الطوموبيلات غا هنا في المدينه، خدمت هنايا. ولكن مورا اخويا حمزه ما بقيتش كنرد لراسي بزاف، مع يعني ما بقيتش ديها في راسي بزاف كنقولوا الاهمال. بقيت كنفكر الوالده مسكينه مريضه، هي ما كاينش شكون اللي يعاونها، انا ما كاينش شكون اللي يعاوني. صافي تبلوكيت، ما بقيتش كندور في هذيك نفس الحلقه. شنو كان الاحساس ديالك فاش عرفتي بان انت غير اخويا حمزه كي يعني كيضرك هذاك الشيء؟ يعني تضريت انا حمزه من الناس بزاف اللي كتطلب، كتولي عاه على المجتمع بهذا الموسم، كتولي عاه على المجتمع اللي كتمشي عنده. انا ما كنحملش عندي النفس، ما كنبغيش نطلب بنادم، علاش تطلب على درهم ولا يعني عندك واحد انت واحد الهم كبير، يعني كتبغي تقول ما تعيش في كرامه، فهمتي؟ انت باغي تخدم. نخدم شي خدمه، يعني انا الحمد لله خدمت شحال من خدمه، ولكن غير هذيك الظروف شويه، يعني ضغوطات المجتمع، يعني كل مره يعني ما لقيتش خدمه، ما كنتش عرفتي المغرب ما كاينش، بعض المرات كتكون الخدمه لا والو، ما لقيتهاش كتمشي الشارع. يعني ما كتمشي الشارع ما يعقلش. في الشارع تعرضتي بزاف، وقع لي واحد بجنويه خد لي ديالي، وكتبقى هذيك السيناريوهات نفس السيناريو كيتعاود، يعني كتنوض شنو كتلقى راسك مفرش كارطون، يعني تصور ما عرفت كيفاش باقي حي. راه الحمد لله هذاك نعمة الله، ما عرفت تلقى دابا ميتين حمزه ولا الله اعلم فين يحملي في شي بلاصه ولا يعني تكرفتي الشتا. خاصه هاد 8 سنين جيت كورونا، قبل كورونا بعد راه هادشي 8 سنين هكا يعني دوزتي العذاب. العذاب وعينا من هادشي، والله عينا نفس السيناريو ديما، نفس القصه، نفس انا براسي كنوض كنقول صافي، كنقول ما يعني كتبلوكا كتلقى كتقول اش غادي ندير، غاتنوض يعني كنقول غا بعدا شي واحد غادي يحن فيك ولا شي واحد غيعاونك يهز بيديك. تعرف الوالدين، دور الوالدين راه شي حاجه راه اللي عنده الوالدين الحمد لله ويشكروا. اس او اس شحال هما شادين؟ لا اس او اس راه كتوصل هذاك لاج ديال 19 يقول لك صافي سير في حالك، يعني سير دبر على راسك خدم، يعني كيقول لك موت. انا ما سوقناش، انا مشيت عنده على واحد الدواء تيقول لك انت حنا ما بقيناش مكلفين بك، يعني كردوك. يعني انت عارف المجتمع كلشي قاصح شويه، يقول لك خص كلشي بالفلوس، هادشي اللي كاين حمزه. بغيتي عمل، بغيتي خدمه. هادشي بغينا نخرجوها من هاد الدل، بهذا المصطلح الدل، ما تبقاش تطلب بنادم سير عند هذا سير عند هذا. والله عييت اخويا حمزه. شكون المغاربه اللي قدروا يخدموا؟ هو كنطلب منهم من المغاربه، راه كاين الحمد لله واحد الفئه راه قلوب الرحيمه، كاين الحمد لله يعاونونا واخا بشي خدمه وبشي
يعني نخرجوا من الدوامه ديال نبقاو في هذه الضغوط النفسانيه، نبقاو فيها نفس الحاله، قطلب بنادم عطيني سير عند هذا عطيني، نخرجوا غا من هذه الدوامه. وهادشي اللي كاين اخويا حمزه. وشكرا. الله يدير لك شي تاويل الخير ولا يوقف معاك. فالرقم ديال حميد مشاهدينا 06-11-67-33-81. حميد كبر في القريه ديال الاطفال المتخلى عنهم بمنطقه دار بوعزه، عاش بدون اب بدون ام، عاش واحد الحياه اللي مكرفصه بزاف. فكنتمنى على انكم كاملين توقفوا معاه في سبيل الله. فهو كيقلب غير على عمل، باغي يخدم، باغي يهز راسو براسو، باغي يبني مستقبل، ولكن ما لقاش معامن وما لقاش شي حد اللي يوقف معاه. فالرقم ديال المشاهدين هو 06-11-67-33-81. حميد ما طالب والو، طالب غير عمل، باغي غير يخدم باش يهز راسو براسو. نعيا بكل مره يخرج يطلب المغاربه، كل مره يخرج يناجد الناس المحسنين، يعني هذا الشيء ولا كيضرو في خاطره. فهو باغي غير عمل، باغي غير عمل ويستقر مع راسو ويخدم على راسو ويهز راسو براسو. الحاله ديالو راه صعيبه بزاف، راه انتم كتشوفوا كل شيء في اللايف. فكنتمنى على انكم كاملين تساعدوه وتدعموه وتعاونوه في سبيل الله. 06-11-67-33-81. فهو تزاد ما لقى حتى شي واحد معاه، ما لقى لا مو لا با لا حتى شي حاجه. تزاد لقى راسو في الشارع وكبر ولقى عاوتاني راسو في الشارع. فهادي غلطه مشتركه ما بين الام ديالو والاب ديالو والعائله ديال الام، حيت هما اللي رفضوها وما قبلوهاش باش تجي بهذاك بديك الكرش، يعني بحال هكا بهذا المصطلح هذا، يعني فاش كتدخل عندك البنت للدار وبكرس فالمجتمع ما كيرحمش، والهضره ديال الجيران وديال الناس ما كترحمش. هادشي اللي خلى هاد السيده تولدو وتحطو في الشارع. فالله يوقف معاه والله يدير ليه شي تاويل الخير. واللي بغى يتواصل معاه 06-11-67-33-81. الله يدير شي تاويل الخير حميد، الله يوقف معاك، تبارك الله عليكم، نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله، تبقاو على خير.